السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. ونرحب في فقرتنا هذه التي تتحدث فيها عن تطورات الأوضاع في إيران وتطورات الموقف الغربي من النظام الإيراني. نرحب بضيفنا عبر سكايب، ينضم إلينا سيد فؤاد أبو رسالة، أمين سر الجبهة العربية لتحليل الأحواز. سيد أبو رسالة، تحية لك. تحية ولمشاهد الكرام جميعا، أهلا بك. إذن قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس لمراسل إيران انترناشنال حول موقف حكومة بلاده من اجتماع الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني: لا أحد بما في ذلك أمريكا يدعي أنه يمكنه التحدث باسم الإيرانيين، هم وحدهم من يستطيعون القيام بذلك، ومهمتنا هي سماع أصواتهم ودعمهم. أضاف أن الدولة تستمع أيضا إلى أصوات الإيرانيين خارج إيران للتعرف على أفكارهم ووجهات نظرهم. هذا ما نفعله يوميا، نريد أن نسمع روايات طيف واسع حتى نتمكن من دعم رغبات الشعب الإيراني على أفضل وجه. إذن لو بدأنا بهذا معك سيد أبو رسالة، في أي إطار ترى هذا الموقف الأمريكي؟ أرى هذا الموقف أولا هو صوت الثورة الإيرانية من الداخل وصل إلى الخارج، وانتقلت الفعاليات من الداخل إلى العالم، صارت الثورة عالمية. انتهينا من المظاهرات اليومية ومن هذا، فأخذت الطرق تتعدد، منها هو إيصال صوت الإيرانيين أو الشعوب في إيران إلى العالم. وهذه الخطوة من وزارة الخارجية هي تدل على أن صوت الثوار وصل إلى العالم. طبعا أي بلد يقرر مصيره أهله، يقرر مصيره أهله، لكن هل ترى بأن العالم فقط يستمع إلى صوت الإيرانيين أو أبناء الشعوب الإيرانية؟ مثل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وانتهى الأمر؟ كلا، هم مراقبين داخليا وخارجيا، لكن يريدون أن يدعموا الشعوب أو أبناء الثورة في إيران بطرق قانونية، وهو بأنه هذا هو صوت الإيرانيين نفسهم، ونحن لم نتدخل، لكن علينا أن نقف مع المظلومين، علينا أن نشخص بأنهم هم المظلومين والنظام هو الظالم والإرهابي الذي يقتل هؤلاء الناس. عندما نعم